تطور حدث ليلا تمثل بالإعلان الأمريكي المصري القطري عن ببيان عن الدعوة لجولة مفاوضات حول غزة. طبعا هذا طرح تساؤلات، هل نحن أمام صفقة متكاملة، أمام اتفاق لا يعود ثمة حاجة للرد الإيراني معه، رد حزب الله، رد قوى المقاومة، أم نحن أمام يعني مناورة تريد إجهاض الرد ولكنها لا تقدم حلولا، وكيف سيتصرف محور المقاومة؟ هل يمكن لمحور المقاومة أمام هذا الوضع أن يتصرف بإدارة ظهر وأن يعتبر أنه يعني غير معني بما يمكن أن يجري على الجبهة السياسية؟ هل الظرف يسمح بمثل هذا التصرف؟ يعني محور المقاومة أمام الفلسطينيين ومعاناة غزة والكلام عن تحميله مسؤولية إجهاض فرص الوصول إلى اتفاق، أنه كان كل شيء يعني يقول بإمكانية الوصول إلى اتفاق، وإذ بمحور المقاومة يخرب الفرصة ويذهب إلى رد يدخل المنطقة في نفق التصعيد. هاي إشكاليات حقيقية. يعني هلا لا نقدر نملك أجوبة على هذه الأسئلة، لازم نبلش بشكل منهجي قبل ما نسأل شو رح يعمل محور المقاومة، نقول شو هو بالضبط اللي مطروح الآن، وهل هو يمكن أن يقرأ من خلاله نية صادقة للوصول إلى اتفاق؟ يعني لأنه بالأصل بدك تبلش من هون، وبناء عليه بتقول إنه إذا أنت قدام فعلا حدا عم يسعى إلى الوصول إلى اتفاق، بتقول كيف بدك تتعامل معه. يعني بتجي هاي الخطوة الثانية. نحن قدام شو عمليا؟ خلينا ناخذ نص البيان. نحن قدام بيان صدر منتصف ليل أمس تقريبا، وقعه رئيس أمريكا جو بايدن ومعه أمير قطر ومعه الرئيس المصري، يقول أنه نحن وصلنا تقريبا إلى مسودة شبه كاملة للاتفاق وباقي الآليات التنفيذية اللي بدها تفاوض، وندعو لمفاوضات في الأسبوع المقبل، يعني ب 15 آب، يعني ب 8 آب عم بيقول ب 15 المفاوضات. طيب في مجموعة أسئلة الجواب عليها هو اللي بيفسر المشهد. السؤال الأول هو إنه طيب بالتسعة أيام الماضية ما كان ممكن هوس يعني المفاوضات تجري ويكون امبارح الإعلان عن الاتفاق؟ سؤال، شو يعني المفاوضات تجري بالتسعة أيام؟ هذا اللي بيجاوب عليه. سؤال تاني، ليش مفاوضات يعني بعد أسبوع بالدوحة أو القاهرة؟ وليش بدهم يعدوا الناس يعني ضروري يكونوا موجودين بغرف متجاورة في الفندق؟ يعني طيب فرضية، لو وصل بعد ثلاثة أيام من بدء التصعيد، يعني التسعة أيام فيهم ثلاثة أيام كان لتشيع إسماعيل هنية وانتخب يحيى السنوار، أربعة أيام، خمسة أيام، في ثلاثة أيام المنطقة بجو إنه بكرة وبعد بكرة وبكرة وبعد بكرة، مش هيك؟ عم نحكي يعني عمليا من التنين نحن بمناخ من الثلاثة يا سيدي قدام شو الحل، وخلص رايح المنطقة على التفجير، وبعتين موفدين رايحين جايين ليهددوا بإيران أو يعرضوا على إيران أو يقدموا إغراءات لإيران. طيب حبيبي شو اللي بيمنع؟ وعلى لبنان نفس الشيء، ويليام بيرنز اللي بده بعد أسبوع يكون بالدوحة أو بالقاهرة يكون من ثلاثة أيام بتل أبيب، شو بده يأخذه على الدوحة والقاهرة؟ ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الحكومة القطري باعتبار وزير الخارجية هو اللي عم بيدير عن الجانب القطري بالدوحة، بيجي مدير المخابرات المصري عند رئيس الوزراء القطري وبيقعد خليل الحي الذي هو يمثل حماس في المفاوضات، بيقعدوا بغرفة على أونلاين فيديو خط مباشر اتصال، وبالسفارة الأمريكية قاعد ويليام بيرنز بتل أبيب أو بالقدس، وقاعد معه رئيس الموساد والوفد المفاوض، خليل الحي معه خط ساخن إلى غزة بوصله ليحيى السنوار ولمحمد ضيف، ما الذي يعرض وما يدور حوله النقاش، وهوليك معهم خط ساخن مع نتنياهو بوصله، وجلسة لست سبع ساعات، احتاج الأمر بعد تاني يوم ست سبع ساعات تانيين، بدأ أكتر من هيك؟ ما يلكن عشر تشهر بتتفاوضوا يعني أنه اختراع بارود؟ شو هي النقاط المختلف عليها؟ أنا بلكن إياه من هلأ، يعني هل ستقبل حماس بقوات غير قواتها
أن تتولى أي مسؤولية أمنية من حدود مصر إلى حدود غزة الجنوبية، من البحر إلى حدود غزة الشرقية، لن تقبل. طيب هذا مطروح على الطاولة الآن، وبده ياخذ شوية وقت لحتى يبين الإسرائيلي، يقول بيطير الاتفاق كرمال هذا الشرط أو بيقول بيتغاضى عن هذا الشرط ويقبل به. كذلك موضوع إبعاد الأسرى، هو يعني هو الأمرين الأكبر، خلينا نقول الانسحاب الشامل وموضوع عدم رفض إبعاد الأسرى القادة عن الضفة، إنه هو بيطلعوا بيرجعوا عبيوتهم وضياعهم ومخيماتهم ومدنهم. طيب إذا طار الاتفاق طار الاتفاق، إذا وصلنا للاتفاق وصلنا للاتفاق، ساعتك أنت مبارع عم تعلن اتفاق، تعلن اتفاق ما حدا بيعطيك ضماني إنه ما فيه ضربات رد، لكن المنطق بيقول طبيعة القوى، تكوين المنطقة، المناخ النفسي اللي بيخلقوا الاتفاق سيجعل الناس يا إما تصرف النظر، يا إما تخفض المستوى، يا إما تؤجل، تقول إنه هذا حق لنا وسوف نمارس هذا الحق في الوقت المناسب. ليه؟ لأنه ما بدها تخرب اتفاق في وقف إطلاق نار بغزة، وفي نازحين، وفي ناس بدها تفتل مساعدات، وفي فإذا رمي بدء التفاوض بعد أسبوع. طيب قد ايه بدهم تفاوض؟ هلا بيقول لك طيب يا اخي لنا 10 اشهر بالتفاوض كثير، اذا اعطيناهم شهر يعني تمويت عمليه الرد، تبريد الدم، وادخالنا بنفق انه في مفاوضات، وبعدين بنشوف المفاوضات بتوصل لنتيجه ما بتوصل لنتيجه، بيكون الرد يعني مودر. ليش عم نقول هالحكي؟ لانه الامر كان مبين يعني انه النيه لو كانت هي الوصول لاتفاق، أصلاً ما بتعمل هالهمروجة العسكرية كلها اللي بتقول بجيب كل الجيش الأمريكاني وأحدث التكنولوجيا وآخر طيارات وآخر أنواع صواريخ، وشو لهم علاقة باللي بده يعمل اتفاق بغزة؟ هاو لهم علاقة بحدا جاي يعمل مشكل، حدا عم بيقول تحت السلاح تعالوا، أنه هيك الصورة، نتنياهو بيضرب بإيران، بيضرب بالضاحية، هو القوة وراءه أمريكا بكامل قوتها، شرفوا على المفاوضات، توصل لاتفاق كان به، ما بتوصل لاتفاق بلاش، وانتوا جماعة إيران وقوى المقاومة بتردوا منحملكم مسؤولية فشل الاتفاق، ومنقول كان الاتفاق جاهزا ولكن أطاحوا به، ما بتردوا بتكونوا تبهدلتوا، بعتوا الدم وتخليتوا عن دم إسماعيل هنية وعن دم فؤاد شكر وعن هيبة المقاومة وهيبة إيران. فبالتالي نحن أمام لعبة، يعني لسنا أمام إرادة جدية للوصول إلى اتفاق، لسنا أمام مسعى حقيقي لاستثمار هذا التصعيد، والقول لنتنياهو عود على جنب، أنت جاي تخرب المنطقة وتأخذها على حرب كبرى، هذا وقف إطلاق النار في غزة بده يمشي. بعدين السؤال أنه شو هي النقاط اللي بدها بحث هلا، يعني أنه إذا كان الأمريكي بعده مش عارف على شو بده يقول لنتنياهو، هاي بتمشي فيها، هاي بتمشي فيها، هاي بتمشي فيها، خلص الاتفاق. وإذا ما بده يقول له ما في اتفاق، يعني من الآخر، يعني إذا الأمريكي ما بده يقول له لنتنياهو هول غصب عنك بدك تمشي فيهم، كيف بيصير اتفاق؟ ما رح يصير اتفاق. وإذا قال له بدك تمشي فيهم ما بدهن وقت، هلأ يعني هاو على التليفون بينقل له نتنياهو هالموضوع وهالموضوع وهالموضوع، هو بدك توافق عليهم وبلاهن ما في اتفاق، ونحن ما بقى فينا نحمل ما يصير اتفاق. فأنا رأيي كل هذا، إذا نحن قدام بروباغندا، وأنا رأيي محور المقاومة اللي مفكر إنه هذا بيحرجه غلطة، ما بيحرجه أصلاً. محور المقاومة عم بيقول طيب بدكم تعملوا اتفاق على غزة، شو دخلنا نحن؟ أولاً لسنا نحن الذي يفاوض عن غزة، نحن ما لنا علاقة بالمفاوضات عن غزة، غزة يفاوض عنها قادتها، ونحن جبهات الإسناد ملتزمة بأنها توقف إطلاق النار. كل الجبهات هلأ من بكرة عملوا اتفاق مع قيادة المقاومة في غزة، والسفن تعود تعبر البحر الأحمر كأن لا شيء، يعني كأن شيئا لم يحدث، وذات الشيء بالنسبة لجبهة الجنوب اللبناني، يرجعوا المستوطنين المهجرين من بكرة، عملوا اتفاق مع المقاومة في غزة. بالتالي بتعملوا الاتفاق مع المقاومة في غزة كله بيمشي، ما بتعملوا اتفاق مع المقاومة في غزة نحن من جهة مفاوضة، الرد منفصل، يعني في رد ايه. وهلا ايران عم بتقول عندها اولويتين، اولويه اسمها
التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب والعدوان على غزة، والثانية هي الانتقام لسيادتها وشرفها وكرامتها ودماء إسماعيل هنية. هلا أنا رأيي إنه ما في شك اللي انعمل من الأمريكان ومعهم مصر وقطر أربك الموقف، وبالتالي الآن تحتاج قوى المقاومة إلى تشاور مع المقاومة في غزة لمعرفة تقدير الموقف عند المقاومة في غزة. هل هناك مؤشرات جدية لوصول اتفاق؟ هل يتم تأجيل الرد؟ هل يتم الذهاب إلى الرد؟ أنا شخصياً برأيي أنه الرد يرتبط بعمل تقني، يعني موعده مش مرتبط بتوقيت سياسي، مثل ما كنا نقول أنه حادثة مجدل شمس تمت لتبرير ضربة الضاحية لأنه تم الوصول إلى فؤاد شكر، يعني فكت الشفرة التي تسمح باستهداف فؤاد شكر من 40 سنة. طيب الآن إذا وصلت قوى المقاومة إلى الأهداف التي ترصدها، التي قررت أنها أهداف تناسب وظيفة الرد، وبعضها قد يكون وصول إلى قادة في الكيان، فإذا وصلت إلى هذه الأهداف ما راح تتأخر. إذا لم تصل إلى الأهداف بدها تتأخر بانتظارها، يعني مش بانتظار شو بده يصير بالمفاوضات، لأنه أنا رأيي ما حيصير شيء بالمفاوضات، وإذا بده يصير شيء بالمفاوضات ما بدها كلها الجلبة وما بدها كلها الزيطة والزنبليطة كما يقال، بدها ببساطة الأمريكي بيعد هو والوفد الإسرائيلي للإخراج، بس بيكون قايل له الأمريكي موضوع الأسرة ما في إبعاد، موضوع قوات دولية ما في هلا ولا قوات عربية، في وقف إطلاق نار وانسحاب شامل، بعدين السلطة الفلسطينية يعني تتشكل حكومة وفاق مؤقتة أو حكومة خاصة بغزة، حكومة وحدة وطنية، وأعلنت حماس أن لا مانع لديها بصورة استثنائية ريثما تتشكل حكومة لعموم الأراضي الفلسطينية أو للضفة والقطاع بشكل مشترك، أن تكون هناك حكومة وفاق وطني خاصة بغزة. بالتالي أمام هذا الوضع نحن قدام مشهد من نوع مختلف، وبالتالي إذا كان الأمريكي جاد معروف شو في له للإسرائيلي وكيف في يعمل اتفاق، وإذا الأمريكي غير جاد فبالتالي يعني لا مبرر لمناقشة كل ما تجري مناقشته، والناس تروح تعمل الضربة وتوصل إلى الأهداف التي تريد الوصول إليها، خلص يعني الملف مسكر بالمنطقة، ولا بد من اختبار القوة ورؤية ماذا وراء، ماذا يمكن أن يكون عند الإسرائيلي وماذا يمكن أن يكون عند الأمريكي إذا تمت الضربة. الوصول لاتفاق لا يحتاج إلى أسبوع قبل بدء المفاوضات ومن ثم إلى أسابيع مفاوضات، هذا ما بده هالقد، هذا بده 24 ساعة بيكون الأمريكي قرر أنه نعم هاي النقاط الإسرائيلية بده يتراجع عنها الإسرائيلي، ومصر وقطر أنه هاي النقاط بدنا نطلب من حماس يعني التهاون فيها من أجل الوصول إلى اتفاق، هيك بصير الاتفاق. اللي عم بصير بيقول ما في نية إحداث اتفاق، في نية صورة بالدوحة أو بالقاهرة للقول انطلق مسار التفاوض، وبالتالي الآن الذي يذهب إلى الرد فهو يذهب إلى تخريب مسار التفاوض. فأنا رأيي هذه هي الصورة، وبناء على هذه الصورة قوى المقاومة بتعمل شغلة يعني بتوضح هذا الأمر، وهذا سهل إيضاحه، إن يعني تقول إذا كنتم جادون اذهبوا واصنعوا الاتفاق الآن بلا هلت والعجن والكذب يعني، وإذا كان الأمر فقط للصورة ما راح تمرق علينا الصورة، فنحن ذاهبون إلى ما نحن ذاهبون إليه.